بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، شكرا لكم على حضوركم للفعالية وللجلسة الثالثة ضمن فعالية ديوانية الإلكترونية، والتي تناقش قضايا التوعية الفكرية وقضايا الأمن الفكري. موضوع هذا اليوم، وأنا أعترف أنا منحاز لهذا الموضوع، يعني شديد الانحياز بسبب أنه يرتبط بالإعلام وبالصحافة وبحياتنا اليومية في المعلومات والأخبار التي نتلقاها. هل نحن في منأى من التزييف؟ هل وعينا يتعرض لخطر من هذه المعلومات التي نتعرض لها ونتلقفها من وسائل الإعلام وكذلك من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؟ حقيقة حينما فكرت بهذا الموضوع واخترناه في الجامعة، بحثنا عن الضيف المناسب، وجدنا أن جارنا هنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو الدكتور عبد الله الرفاعي العميد السابق لكلية الإعلام والاتصال، هو الضيف المناسب والذي يستطيع أن يبلغنا ويخبرنا كيف نتعرض للتزييف، محاولات التزييف. قد لا نتعرض لتزييف، لكننا نتعرض لبعض محاولات من تزييف الوعي، أليس كذلك دكتور؟ بالتأكيد. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله، احنا سعداء بوجودك هنا، سعداء بتصديق لهذا الموضوع. ويعني كنا حكينا من قبل واتفقنا انه نحن في العالم العربي ككل يعني لا نزال مقصرين في التصدي لهذا الموضوع. في العالم الغربي هناك كلمة فيك نيوز، الأخبار المزيفة، يعني تحدثوا فيها كثيرا، بحثوا فيها كثيرا، هناك توعية مجتمعية تجاه هذا الموضوع. ماذا عنا نحن؟ لماذا نحن هنا نتحدث عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد أولا أن أكون في هذه الجامعة الناشئة، جامعة المستقبل، أنا أعتبرها من الجامعات التي تمثل طموحات القيادة بالتحول في التعليم الجامعي. وسعيد أيضا أن يكون المنظم لهذه الفعالية أخي عبد المحسن قباني، وهو من الصحفيين يعني الشباب، واللي نتمنى له يعني مستقبل باهر وأن يكون له حضور إن شاء الله في إعلامنا. لا شك أنه قضية التزييف الوعي عن طريق وسائل الإعلام هذه قضية مهمة جدا وليست جديدة، يعني هي قديمة منذ أن أصبحت وسائل التواصل أو وسائل الإعلام الجماهيرية حاضرة في المجتمعات بشكل عام. نعرف إحنا بداية أن الصحافة نشأت وكان جمهورها نخبوي تقريبا، لأنه مستوى التعلم كان محدود حتى في أوروبا، نتكلم عن أوروبا تحديدا. مع تطور أوروبا وتطور الدولة والمجتمعات الأوروبية الحقيقة أصبح مستوى التعليم عالي جدا، وأيضا القدرة الشرائية لدى الناس تسمح بأن يشتروا الجرائد، لما بدأت هي بالصحافة الورقية، ولذلك أصبح الجمهور أو عموم المجتمع مرتبط بالصحافة أو بوسائل الإعلام. ولا شك أن الجمهور الذي يمثل الجسم الرئيسي في أي مجتمع أو أي دولة هو محط الاهتمام. في البداية كان الاهتمام فقط منصب من قبل السياسيين، وهو الوصول إلى هذا الجمهور لأخذ موافقة الجمهور على البرامج السياسية أو حتى لانتخابهم في الحملات الدعائية. ولذلك شفنا أنها من وقت مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا استخدام وسائل الإعلام أو الصحافة تحديدا في الدعاية للسياسة بشكل كبير. من هنا تأتي الأهمية، أن وسائل الإعلام هي وسيلة الجمهور لمعرفة الحقائق والمعلومات. الناس أسهل عليها أن تتجه إلى الجريدة أو المجلة أو بعد ذلك التلفزيون والإذاعة للحصول على المعلومات. صعب أنك تذهب إلى المكتبة في كل وقت أو إلى الخبراء علشان تحصل على المعلومات اللي تهمك في حياتك. الآن نمط الحياة أصبح
معقد ونحتاج قرارات سريعة ويومية. هذه أيضا تقوم أدوار تقوم بها وسائل الإعلام، وزادت أهمية وسائل الإعلام لمن يتطلع إلى هذا الجمهور أو يتطلع إلى الوصول لهذا الجمهور. في البداية قلنا أن السياسيين كانوا هم السباقين في الاهتمام بالجمهور، لأن القضية الاستهلاكية جاءت متأخرة مع بدايات القرن العشرين، الاستهلاك العام، فدخل على الخط أهل الاقتصاد أو أصحاب المصالح الاقتصادية، ونعني بهذه الشركات الكبرى، ولذلك استخدمت وسائل الإعلام أيضا للتأثير على الجمهور. وللوصول إلى هذا التأثير الحقيقة هناك عدة أمور الحقيقة تستخدم، يعني قد تستخدم بالطرق سليمة أو شرعية أو أخلاقية أو غير أخلاقية. طبعا من الواقع أثبت أن أصحاب المصالح السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى لا يهتمون بقضية الأخلاق، مثل ما يقال عندنا باللغة العامية اللي تغلبه العبة، ما عندهم شيء. لكن هنا نشأت مع ظهور وسائل الإعلام صاحبها نشوء مجموعات مهنية تدافع عن المهنة، وقعدت لهذه المهنة قواعد، لأنه رجل الإعلام أو قائم بالاتصال لا يقبل أن يكون مطية لأي أحد يستخدمه للوصول لتحقيق أغراضه بدون أن يكون هناك موقف واضح. ولذلك بدأت النقابات أو الجمعيات الصحفية بوضع قواعد وضوابط لأخلاقيات الصحافة، حماية للمهنة، حماية للوسائل، وأيضا حماية للجمهور. ولذلك حالات الأخبار المزيفة حوصرت من قبل المهنيين بدرجة كبيرة، وكانت محدودة موجودة. صحيح تستخدم وسائل الإعلام في الدعاية، والدعاية في أغلب الأحيان، لا نتكلم عن الإعلان التجاري، الدعاية بمعناها الواسع هو تعتمد على تزييف الحقائق أو المعلومات. ولاحظنا أنه الإعلام كان له حضور كبير في الحرب العالمية الثانية، طبعا بدايات الحضور الإعلامي كان في الحرب العالمية الأولى، ولكن لضعف انتشار الوسائل، التلفزيونات ما كانت موجودة، محدودة، الإذاعة كمان أيضا في ذاك الوقت، الراديو ما حد يقدر يشتريه، الجريدة صعبة تصل، الناس إما غير متعلمة أو متعلمة وغير قادرة على أن تشتري. لكن بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة، وتحديدا في الخمسينات، بدأت نهضة كبيرة اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حضرت في خلالها وسائل الإعلام وأصبح لها دور كبير في التأثير على قرار الناس. وقلنا في البداية كان اللي يستهدف هذه المسألة السياسيين. يمكن احنا نؤرخ في تاريخ تأثير وسائل الإعلام السياسي في الإذاعة على سبيل المثال أو في التلفزيون بالانتخابات الرئاسية اللي فاز فيها الرئيس الأمريكي جون كينيدي. التلفزيون استخدم للتأثير على قطاع كبير، استخدم فيه صورة الرجل الشاب الوسيم، وهنا من الناحية كان في جدل كبير، هل هذا السياق أخلاقي في المنافسة السياسية ولا لا؟ ولكن أثبت واقع أن التلفزيون كان حاسم في اختيار جون كينيدي، مثل ما دارت الأيام ولقينا في 2008 برضو تأثير جديد لوسائل الإعلام الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لها دور حاسم في انتخاب الرئيس أوباما في 2008. هذه محطة مهمة جدا. لكن
احنا نقر بان حالات التزييف، والتزييف يقصد منه ان يؤثر على وعيك، سواء وعيك السياسي او وعيك الاقتصادي او وعيك المجتمعي الى اخره، ولكن زي ما قلنا يتم حصارها من خلال المهنية العالية، وجود النقابات المهنية أو الجمعيات المهنية التي كانت تحرص تماما على أن تتوافر في المادة الإعلامية الأخلاقيات الأساسية، أن يكون هناك حد أدنى للحياد أو الحياد بحده الأدنى، الموضوعية، المصداقية. هذه لو جينا نتكلم عن أزمة الإعلام منذ بدايته لليوم هي أزمة المصداقية، هل ما يأتي في هذه الوسائل صادق أو لا؟ طبعا تزييف الأخبار أصبح الآن بشكل كبير ملفت للانتباه، يعني زي ما قلنا الآن احنا من 2008 اللي هو تاريخ بروز وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على التأثير، اتضح معها حقائق أنها ألغت حضور المؤسسة الإعلامية التي كانت تقوم بدور من دور ما من الرقابة، أيضا ألغت سطوة النقابات الصحفية، بمعنى أنه الآن أصبح كل من يستطيع أن يدخل في هذه الوسائل وأن يكون صحفي، يعني مجرد أن تنقل معلومة فأنت تمارس المهنة الإعلامية، أن تقول معلومة. طبعا هذه الفترة اللي هي من 2008 إلى اليوم فترة 10 سنوات هي فترة قصيرة زمنيا ولكن مليئة بكثير من الأحداث والتحديات، شفنا إحنا ما حدث فيها على سبيل المثال في المنطقة العربية من ما يسمى بثورات الربيع العربي إلى الآن الأحداث في العراق والأحداث في سوريا والأحداث في ليبيا، وأيضا التطور اللي صاير في المملكة العربية السعودية في 3 سنوات الأخيرة، هذه النقلة الكبيرة اللي حصلت، تغييرات متسارعة. طبعا هذه دائما هذه الأحداث وهذه التشعبات هي تعطي أهمية لإمكانية وجود الأخبار المزيفة، لأنه أصبح في صراع الآن عقائدي، في صراع سياسي، في صراع مجتمعي، استقطاب ثقافي، أي شيء. يعني نشوف هذه حتى أنه عندنا حالات رصدت، وإحنا طبعا كنا محطة رئيسية الحقيقة من محطاتها لاستقطاب كثير من الشباب في المملكة العربية السعودية نحو أفكار أو جماعات دخيلة، جماعات عنيفة يعني، حتى وعلى سبيل المثال داعش، لا شك أنه داعش تجربة خطيرة ومهمة جدا خصوصا في جانبها الإعلامي. داعش كانت تعتمد على مبدأ الدعاية الإعلامية التي تقوم أصلا على اختلاق المعلومة أو تضخيمها أو تدليسها إلى آخره طبعا، وغيرها. احنا شفنا أيضا جماعات الإلحاد الحقيقة واضحة أصبح لها حضور قوي عندنا في المجتمع السعودي، لأنها أيضا كانت استخدمت مثل هذه المعلومات المزيفة أو اللي فيها تدليس أو المضخمة، حتى المضخمة. التزييف لا يعني الخبر المختلق على سبيل المثال، ليس بالضرورة أن يكون خبر مختلق، إنما يكون فيه نوع من التدليس، وهذا كنا نسميه في السابق الصحف الصفراء. الصحافة الصفراء تعطيك عنوان مثير، تجي تقرأ نص المادة ما تلاقيها. طبعا هذه الآن بكثرة موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستفيدون من خاصية أنا في رأيي أنها مهمة، وهو خاصية مرتبطة بالإنسان. الإنسان المعاصر أصبح في حالة من القلق
من فوات المعلومات الأخرى فلا يقرأ كثيرا، يأخذ العناوين، فأصبحت الآن تحط عنوان يكون هو اللي يكتفي فيه، وهذا يأخذ له تأثير كبير. لأنه المشكلة أنه في العالم العربي للأسف إحنا حركتنا بطيئة جدا، يعني أكثر مما تتخيلون. يعني العالم في الغرب الآن حاليا، ويمكن سمع بعضكم تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب يتكلم عن الأخبار الزائفة ووضعه لجائزة، يعني من باب التهكم على وسائل الإعلام التي يعتقد أنها كانت تقوم بتزييف الأخبار بهدف تزييف وعي الناخب السياسي. هنا مهم، خطيرة الأخبار، الخبر يدخل، المعلومة اللي تصلك يدخل في وعيك تجاه أي قضية أو أي موضوع معين، وبناء على هذه المعلومات أنت ممكن تبني قرار، سواء مثلا في حالة الرئيس الأمريكي تنتخب الرئيس ولا ما تنتخب الرئيس. طبعا الصدام اللي حاصل بين الرئيس الأمريكي هو مع وسائل الإعلام التقليدية اللي قلنا في الأصل أنها تتسم بالمهنية العالية، ونسبة الأخبار أو تزييف الأخبار فيها محدودة وليست واسعة، ليست كبيرة. ولكن هذا يعطينا سؤال، ما الذي حدث؟ لماذا أصبحت الآن وسائل الإعلام التقليدية أيضا مجال خصب للأخبار المزيفة أو تزييف الأخبار؟ هذه من التأثيرات الجانبية الحقيقة لوسائل التواصل الاجتماعي. يعني وسائل التواصل الاجتماعي فرضت نفسها علينا وفرضت نفسها على وسائل الإعلام التقليدية، أصبحت المهنية والأخلاقيات تتراجع في مسألة التدقيق، في مسألة التثبت. يعني هناك واقع جديد يفرض نفسه على الناس. أنا أقول ليش إحنا بطيئين، أنه الآن لا نكاد نتكلم عن أهمية مواجهة تزييف المعلومات اللي الآن أصبحت تقريبا بدون مبالغة، ويمكن كثير منكم يعرف هذا الشيء، أكثر من 60-70% مما يصلنا على الواتساب ولا نشوفها هي أخبار زائفة، بمعنى أما أنها مختلقة أساسا أو محورة أو مبالغ فيها أو موجهة لشكل معين. هذه قضية خطيرة لم نجد لها حراك، يمكن أول ناس يتصدون لها أنتم هنا، هذا العنوان، هذا المكان، هي أول حراك فيما أعلم في المملكة العربية السعودية عن تزييف المعلومات، مع أنه أخطر تهديد أمني لنا في المملكة العربية السعودية هو ما يحدث الآن من تزييف للمعلومات وللحقائق. ويمكن الأيام هذه تشوفونها بشكل كبير، خصوصا بعد ما طرحت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تشوفون والخطوات الإصلاحية اللي تتم في المملكة والمتعددة، نشوف الآن كم هائل من المعلومات كلها لو حللناها تريد أن تؤصل فينا إما اليأس أو الإحباط. ولما يصل الإنسان إلى اليأس والإحباط، هنا في هذه الحالة يكون جاهز لتبني أي أيديولوجيا أو شيء، خصوصا في فئات الشباب. لماذا؟ لأن الشباب دائما يحرصون، عندهم حماسة عالية جدا ويحرصون على أنهم يقوموا بالتغيير، عندهم إمكانيات. وبيني وبينكم احنا لما كنا شباب في هذا الوضع لا نختلف، لأنه لما تكبر في السن يصير عندك أشياء كثيرة تخاف عليها. يومنا شباب يعني كنا نتسم بالتهور لأنه ما عندنا شيء، لا عيال ولا يمكن الطيب مننا اللي عنده سيارة ملكة والباقي كله، فخطواتك تكون يعني ما لها حسابات. الآن تختلف، ولذلك دائما الأخبار المزيفة تستهدف فئة الشباب، وهذه الحاجة الخطيرة. يعني احنا جتنا مرحلة قبل إعلان الرؤية وقبل هالسنتين الأخيرة، الحقيقة أنا واحد من الناس
اللي والله امتلأت بحالة من اليأس من الوضع في البلد، وأنه ما في مجال لمحاربة الفساد، وأنه الأصل كل شيء فاسد، كل شيء نقول والله هذا الفساد. لا، الآن بدينا ندرك أنه لا، في إمكانية للتغيير، في قرارات جريئة يعني كان لها تأثير بأنها تلغي كثير من حالة الإحباط. شفنا في التغير اللي صار على المستوى المجتمعي، وكيف الآن أصبح هناك حراك بشكل كبير. المهم أن نستثمره ونديره بشكل يفيدنا ولا يضرنا، لكن في النهاية تجد دائما إشكاليتنا هي ما يردنا من معلومات كبيرة جدا ومتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه الآن تنشط فيه الحركات ذات البعد الأيديولوجي، سواء المتطرفة أو حتى التي تدعو إلى الانحلال وتدعو إلى الإلحاد. هذه حركات تنشط بشكل كبير في مجتمعاتنا، لأنه هذه قضايا لا زالت تستهوي كثير من الناس. يعني قضية التدين بشكل كبير مثلا في أوروبا ما تشغل الناس كثير، يعني لأنه مسألة الدين عندهم محسومة ومتراجعة لظروف معينة متلائمة مع ما حدث في تاريخهم من هيمنة الكنيسة وإعاقة التطور. هذه الحالة مي موجودة عندنا بفضل الله في المملكة العربية السعودية، ما عندنا مشكلة. احنا لا نأتي، يعني تجد يعني رأي عام يعتد به يرى أن حالة التدين أو التدين هي عائق لأي تقدم، ولذلك يجب أن ما نتكلم في الدين، نترك الدين ونحيد الدين. لا زال قضية الدين عندنا عامل محرك أساسي، ولذلك دائما التزييف المعلوماتي يرتبط بالحالة بكثير من القضايا اللي احنا نربطها بالدين. دائما القضايا السياسية عندنا احنا ناخذها من منظار ديني أساسي، في الغرب ما ياخذونها من منظار ديني، لأنه هذه خصوصية للمجتمعات المسلمة. الحكم على الأفراد وعلى الأشخاص، المقياس الديني عامل مهم، ولذلك نشوف حملات كبيرة لما تستهدف أفراد أو أشخاص، سواء غالبا طبعا هم من أصحاب الهيئة، يعني من أصحاب المناصب سواء القيادات السياسية أو كذا، يركز دائما فيها على الجانب الديني أو الأخلاقي لإسقاط هذا الشخص، وهو الهدف هو هدف سياسي لإبعاد هذا الشخص من مكان معين أو لإعاقة مشروع بشكل أو بآخر. أنا لا أريد أن نفتح أتكلم كثير لأنه هذه جلسة يعني، لكن احنا نقول هذا تمهيد حتى نعمل نقاش حول والنقاش سيستمر، وسنسمع منكم كذلك، سنسمع منكم، ويمكن ما دام الميكروفون معي انا عندي اسئله، فاذا انتم عندكم اسئله او مداخلات حضروها. الجلسات السابقه كان فيه لوم كبير عن الاعلام، مع ان الموضوع ما كان اعلام، لكن يعني الا تجيبون الاعلام انه هو السبب وانه لازم يعني نكون نتصدى له والى اخره، فاتهامات كبيره تجاه الاعلام. اليوم عندنا عميد سابق لكليه الاعلام في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، هو صحفي سابق حينما كان شاب، وكذلك أكاديمي يعني من الطراز الرفيع في عندنا في المملكة العربية السعودية. طبعا احنا نتحدث عن الموضوع تزييف الأخبار. يقال انه الإنسان او الفرد عموما مبسوط بموضوع تزييف الأخبار، ليش؟ لانه هو يقول يحب يستقبل الأخبار بعاطفته، فالأخبار اللي تستهويه وتستهوي عواطفه هو سيصدقها فورا، هي مثبتة غير مثبتة مو شغلة، اهم شيء انه توافق هواه. أنت تشوف هذا بعد أنه العواطف هي ثغرة تجاه غزو الإنسان فكريا أو تزويف وعوي؟ لا، أنا أعتقد العواطف هي ثمرة للبث الإعلامي. يعني أنا عاطفتي تتشكل من ماذا؟ من حصيلتي المعلوماتية اللي أنا مكونها بالأساس. يعني ولذلك هو هنا خطورة ارتباط الناس بالإعلام. الإعلام مؤثر بشكل كبير، يعني سواء تأثير مباشر أو غير مباشر. صدقوني اللي يتعرض لوسائل الإعلام بشكل مستمر إلا ما يتشكل من خلال القيم
والمعاني اللي تبث من خلال وسائل الإعلام. يعني هناك بعض الناس يقول أنا لا أتأثر، مستحيل، إلا ما هذه مثبتة تأثير، على طبعا يتوقف على حسب المادة، مدة التعرض، يعني اللي يجلسون بالساعات الطوال مثلا أمام التلفزيون يتابعون مسلسلات، يتابعون برامج، يتابعون مثلا برامج سياسية على سبيل المثال، إلا ما تتأثر أفكارك بما يطرح في هذه الأشياء. ولذلك احنا نقول العاطفة هي جزء من تشكيل الرسالة الإعلامية أو الرسالة الثقافية السائدة في المجتمع. طبعا عاطفتي أنا تتشكل مثلا في المجتمع السعودي من قناعاتي أنا، مثلا القناعات اللي أتلقاها في بيتي، اللي أتلقاها من زملائي، مجالسنا، هذه عامل مؤثر. احنا كثير ما نتكلم في قضايا مجتمعية وقضايا سياسية في مجالسنا الخاصة، الغربيين قليلة هذه عندهم، ما يتناقشون في، يعني ما هي شغلتهم هذه الأمور. احنا شغلتنا التقييم الناس، هذه شغلتنا كثير، ولذلك احنا نتأثر بالحاجات اللي فيها إثارة. وتعرفون الإعلام، احنا أيضا هذه نقول حقيقة للي بيتعامل مع الإعلام، الإعلام يتعامل مع الشيء الغريب، المعلومة صحيح مهمة، لكن المعلومة يعني أن تقول أن فلان من الناس رجل أمين، وهو مثلا الوزير فلاني أمين، هذا الأصل فيه، ما هو مثير. المثير هو أن الرجل المفروض يكون أمين يكون حرامي، تكشف. إذن هذه المسألة متلازمة. اثنين، الناس هي دائما تميل إلى الغير معقول. ولذلك لو نشوف احنا في مرحلة سنية معينة في العالم كله، لو شفت كل أولاد العالم كله، تحب تلاقيهم يحبون يسمعون القصص أو القصص الخرافية والقصص الخيالية، هذه طبيعة بشرية. احنا نحب ما هو خلف هذا الجدار، اوكي هذا مبنى كويس، لكن وش اللي خلف هذا الجدار، هذا مهم يلفت الانتباه. فهنا العمل وسائل الاعلام تشتغل على هذا الجانب. وهناك نظريات، يمكن اللي درسوا اعلام يعرفون نظريات التأثير المتعددة التي تستغل هذه النواحي النفسية والاجتماعية للافراد، حتى من خلالها انت تقدم دائما ما هو المرغوب، الرغبات. ولذلك هنا جدل، هل احنا دائما في ممارستنا الإعلامية نقدم رغبات الناس ولا احتياجات الناس؟ لأنه في فرق بين احتياج ورغبة. الشخص قد لا يدرك ان هذا احتياج فلا يطلبه مثلا، هذه مسألة فيها جدل. صحيح. الحين وسائل الإعلام والأخرى عندنا لدينا منصات التواصل الاجتماعي، هل نعتبرها إعلام؟ يعني الشباب لما يسألون أو أي أحد يسأل يوجه الملامة إلى تويتر، إلى يوتيوب، إلى آخره، هل هي وسائل إعلام؟ هي الآن ولا منصات تواصل ولا هي منصات وفرضت نفسها هي وسائل. الآن الناس هل هو إعلام؟ الآن الناس هم يأخذون معلوماتهم، هي مصدر رئيسي لمعلوماتهم الآن. وسائل، احنا لذلك نقول احنا وسائل الاعلام التقليديه نقصد فيها الجرائد والمجلات والتلفزيون التقليدي والاذاعه التقليديه، ونقول احنا وسائل اعلام جديده او وسائل اعلام الكترونيه او وسائل اعلام اجتماعيه او تواصل اجتماعي، بمعنى هي فرضت نفسها الان بدليل تاثيرها على الممارسه المهنيه. بس يعني عموما انا عشان انا اجادل في هالنقطه، لانه اللي يستخدمونها غير مهنيين، وبالتالي هم يتلقون رسائل، الناس لما يتلقى رسائل تتلقى رسائل من غير المهنيين. طيب أنا ذكرت قبل شوي أنه من التأثيرات اللي أحدثتها هذه أو هذه الطفرة التكنولوجية أنها ألغت فكرة المؤسسة الإعلام. أول كان الإعلام لا يصدر إلا من مؤسسة، فكرة المهنية ومواصفات المهني والإعلام الآن أي شخص يشتغل فيها. وللأسف الآن طبعا انا متاكد انه حيكون فيه لها تنظيم هذه المساله. الناس دائما خصوصا الحاجات اللي تؤثر على حياتهم يسعون الى تنظيمها، فتبدا
تكون مصادر أكثر مأمونة مثلا ومقبولة. الآن أنا لم أستطع، أنت تعرف أنه في السابق ما حد يقدر يشتغل في الصحافة إلا وفق آلية معينة. الآن ممكن أي واحد يصير رئيس تحرير ولا يروح ينشئ له موقع ويسوي نفسه إعلامي. ما 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 تقدر تضبطها ولا تمنعها، هذا في العالم كله. لا، أنا في رأيي جزء من المشكلة هو البطء في حركة وسائل الإعلام التقليدية، ما تحركت ما تفاعلت مع التغير بحيث قدمت بديل للناس. يعني الصحف الإلكترونية الموجودة الآن إمكانياتها محدودة، المحررين فيها محدودين، مهنيتهم ممكن في علامة استفهام، لكن المؤسسات التقليدية ما دخلت في المنافسة. فأصبح الآن أنا، وهذه من خصوصيتنا في المجتمعات العربية والسعودية تحديدا، وأنا أقول جزء من المشكلة أنه ليس لدينا إعلام تقليدي بمعنى الإعلام حقيقي، يعني لديه مصداقية عالية عند الناس، ولذلك الناس تلجأ إلى 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 هذه الوسائل. الوضع ما هو موجود في الغرب بنفس المشكلة الحدة، لأنه لا زالت الوسائل التقليدية تقوم بأدوار مهمة، بل بعضها تحولت إلى إلكترونية، فما عندهم الإشكالية وتجني أرباح. أي وتجني أرباح. يعني ملخص كلام الدكتور الأخير، لو كان لدينا إعلام مهني لكنا يعني نتمتع بحماية فكرية أكبر. يعني فهذه إشكالية أنه يعني وسائل الإعلام المحلية تفتقد إلى ثقة المستخدم أو ثقة الجمهور. على كل حال نفتح باب الأسئلة إذا أحد حاب يسأل. الاسم راضي سالم. الاستفسار، ما هو دور وزارة الإعلام في النقطة هذه، وما هو الواجب مني أنا كمتلقي أو كمتلقي للمعلومة، ما هو دوري أنا بحيث أني أحدد الناس اللي أخذ منهم معلومة أو لا؟ لأن تويتر أو المنصات الإعلامية الجديدة حددت في ناس معينة أقدر أستقبل منهم معلومة، اللي يكون حسابه موثق يكتب الاسم كامل والبيانات كاملة. هذا كان الاستفسار بس. أريات الفرس. هو والله شوف، أنا يعني ماني من الناس اللي يفضلون تدخل الجهات الرسمية بشكل كبير في كل شيء. أنا أقول هي تبدأ الحل يبدأ من جمعية الصحفيين السعودية. صراحة يجب أن يكون هناك دور للجمعية المعنية بالمهنية الصحفية بحيث تساهم في عملية مساعدة الناس للفرز. لابد يكون عندنا منصات أو مواقع أو جمعيات أو أي مجموعات من مجموعات المجتمع المدني تتصدى لهذا. يعني في الغرب موجود الآن منصات كثير، وعلى فكرة حتى بعض الآن محاولات مواجهة التزييف، حتى الجهات اللي تقدم المعلومات اللي تقدم محركات البحث حاولت توجد بعض التطبيقات لاستبعاد الأخبار المزيفة، ولكن هذا مجهود مجتمعي بشكل كبير. لا شك أنه وزارة الإعلام عليها دور أنها أيضا تواجه المشكلة، ولكن بعقلية تتلائم مع الواقع الجديد. إذا حنواجه المشكلة أو نتعامل مع الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي بعقليتنا أول لما كنا صحافة ورقية وكذا، لن نصل إلى نتيجة. لازم نشوف التغيير ونفكر بعقلية الواقع الجديد، ونضع أطر عامة من ضمنها الحقيقة. كنت اليوم أتكلم، عندي محاضرة في العوامل المؤثرة في البيئة الإعلامية، من ضمنها الحقيقة واللي تشكل مشكلة في العلاقة ما بين وسائل الإعلام والمجتمع، أنه المنظومة القضائية عندك ما هي واضحة. لو فعل، وهذا على فكرة في نظام الجرائم المعلوماتية، وهذه إشكالية حنتكلم فيها أيضا، لو فعل أنه أي قضية أي نشر في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة إذا كانت تعتبر من قضايا القذف، السب والقذف،
تروح للمحاكم العامة، هذا جزء من المعالجة. أما أن تذهب إلى لجان وتطول المسائل وتظل الممارسة كما هي بدون عقوبة لن يكون في تصحيح. دور الثاني على الفرد نفسه، الفرد ينبغي أن يكون حذر. أنا أقول صعب أن نحمل الأفراد مسؤولية كاملة، ولكن لازم دائما نتعامل مع المعلومة بعقلية الشك. أنا أفضل هذه دائما، وهذا أساس علمي على فكرة. أساس البحث العلمي هو نظرية الشك، كل شيء يشك فيه وحاول أن أبحث عن الصحيحة وتأكد منه. ما أسل التسليم هو الاستسلام، هذا الخطير. لكن هذه الفئة المتعلمة، الفئة النابهة، لكن ما تقدر تفرضها على عموم الناس. هذا إشكال. في حاجة ثانية في سلوكنا الاجتماعي كان الحقيقة لها دور، أو لها دور مما يحدث. بمعنى إذا تعرض أحدنا لقذف أو لإساءة في وسائل الإعلام، هذه التواصل، ليس لدينا رغبة في أن نبحث عن حقوقنا، ويكون لدينا إصرار أن نلاحق. هذه لابد أن نفعلها. لو كل واحد أساء لك تمت ملاحقته بالقانون، القانون يعطيك الحق. هنا أنا هذا جزء من المعالجة، بالإضافة إلى أنه الجهات المعنية الحقيقة ينبغي أن يكون لها منصات تبين الأخبار الزائفة المتعلقة فيها، ينبغي. ولذلك نشوف أنه تأكيد مجلس الوزراء كثيرا على الوزارات والجهات أن يكون لها متحدث رسمي، وينبغي أن تتفاعل من الأخبار اللي تنشر عنها. هذه جزء من المواجهة، أن تدخل حلبة المنافسة والصراع، وكل ما كان لديك مهارة وقدرة مهنية أنت تتفوق. لكن إذا توفرت للآخر أو للآخر المهارة والمهنية أفضل منك، فهو حيتفوق عليك. وللأسف في صراعنا مع بعض الجماعات التكفيرية الخارجية، للأسف هي كانت أكثر قدرة الحقيقة في الوصول إلى الشباب والتأثير على الشباب والإقناع من كثير من الحكومات. المسألة ليست هي فقط، لازم نكون نأخذ المسألة مأخذ جد. لابد يكون لدينا فعلا مؤسسات تعمل على الدخول في المنافسة، وليس مبدأ المنع. المنع احنا ننسى الآن، هذا مرحلة لا يمكن تمنعها. البث الآن يأتيك من فوق، مع أدبة أفقي تقدر تمنع الآن، ولذلك لا نضيع وقتنا. أي بعد فترة بيصير كل هذا النت كله بيجيك من فوق أصلا. هذا في شركات كبيرة جالسة تشتغل عليها الآن، هذا وش تقدر تسوي؟ حتى شركة الاتصالات ما عاد تقدر تسوي له شيء، ولا مدينة الملك عبد العزيز. هذا مرحلة جاية قريبة ترى. الله يعين. يعني بس هو يعني بالنقطة اللي ذكرها الدكتور عبد الله يعني عن الشك، يعني وأنا يمكن أرفع مرات يعني الشك لحد الفضيلة، يعني فضيلة الشك في موضوع تلقي المعلومات. أنا شخصيا وقعت يعني في تزييف يعني قبل مدة عن تأجيل الدراسة أو إلغاء الدراسة في أيام المطر، وفعلا وصلني خبر من جريدة الرياض يعني بالواتساب أنه تأجيل الدراسة أو إلغاء الدراسة. أقرأ الخبر صحيح، أقرأ أشوف صورة وزير التعليم، أشوف الموقع الجريدة هو يعني نفس ما هو، لكن في الأخير اكتشفت أن الخبر يعني من 2015 يعني لما دققت التاريخ. يعني فأنا لما صحصحت الصباح وقريته كويس وقعت أنه أنا وقعت في تزييف، مع أن كل الحقائق قدامي هي صحيحة. فأحيانا موضوع الشك إذا ما صدقته في البداية فحاول أنك يعني تخضع لتدقيق كبير جدا. ناخذ تلقي مزيد من الأسئلة. عندنا الأخ هنا. السلام عليكم، مساء الخير. صالح العنزي. سعادة العميد، بخصوص الإعلام الممنهج في منظوري من أخطر الإعلام اللي موجود، سلاح ذو حدين، إيجابي أقدر أوجهه سلبي. أنا كيف أميز الإعلام الممنهج السلبي اللي يستهدفني ويستهدف أفكاري، وكيف أحمي نفسي منه؟ شوف، الإعلام الموجه هذا
يعني سهل الممتنع التعامل معه. يعني خليني ناخذ على سبيل المثال، احنا عندنا يعني نسميها اللغة المستخدمة. يعني الآن اللي يستمع لقناة الجزيرة على سبيل المثال، أنت لما تسمع أخبار عن السعودية حتلاقيها تمشي في خط واحد، خط سلبي. ولذلك هنا أحيانا الخطورة وين تجي؟ في إعلام موجه غير مباشر. يعني أعطيك على سبيل المثال، وهذه مهارة يجيدها بعض الغربيين، يعني مثلا تميزوا فيها البريطانيين عن الأمريكان. يعني قناة البي بي سي هي هيئة الإذاعة البريطانية، هي منظومة ضمن منظومة السياسة الخارجية البريطانية، هي منشئة لها غرض محدد مرتبطة مع وزارة الخارجية بشكل كبير، وبالتأكيد أنها تحقق الأجندة البريطانية ولكن بأسلوب غير مباشر. عشان كذا ما حد يقدر يكتشفها إلا بعد دراسة وتحليل في قضية من القضايا. لكن الجزيرة الآن خصوصا في الفترة الأخيرة تحديدا مع المملكة العربية السعودية هي قناة موجهة ضد السعودية وضد الإمارات. قبلها كنا نشوفها ضد مصر. أنا من يعني منذ أنا أقول لكم بكل بساطة، يعني أنا في قناة الجزيرة وغيرها، يعني في قناة ثانية لها العربية بقولها بكل صراحة، أنا في مرحلة من المراحل ما كنت أتلقى منها أي معلومة تتعلق ببلد معين مثلا مصر، لأن الثنتين في رأيي فقدوا الحياد. هذه مؤيدة بإطلاق مثلا، وهذه معارضة بأي شيء يسيء لمصر تجيبه. هنا أنت تقدر تميز لما يكون لغة الخبر فيها كلها سلبية، هذا يعطيك مؤشر أن هذه موجهة. الإعلام يأخذ يقبل تنوع، لكن إطار واحد خط واحد لا يعطيك إلا السلبي. أنا في رأيي أنه ليس فقط وسائل الإعلام، حتى الرسائل اللي تحبطك، الرسائل اللي تشككك في دينك، خلينا نتكلم بصراحة، تشككك في عقيدتك، تشككك مثلا في نظامك السياسي، في مستقبلك الاقتصادي، وضعك الاقتصادي، هذه كلها بصراحة أنا من الناس اللي صرت أمتنع عنها، لأنها إذا تعرضت لها وشاهدتها أو قرأتها إلا ما تصيبني بحالة من اليأس والإحباط. ولذلك هي عملية نحتاج فعلا، إحنا محتاجين نشتغل كثير ويكون في ورش عمل ونقاش فعلا كيف نساعد بعض، كيف نوجد وسائل. لابد يكون في منصات تبين للناس خصوصا في القضايا، يعني في قضايا مهمة جدا. ولذلك مهم جدا تفاعل المؤسسات، ردود الفعل، الأخبار لازم يومية، مو بقعد بعد شهرين ثلاثة ولا شهر لازم نكون أسرع منهم. وهذا عمل مناط بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لازم أي تصدي لها، تصدي أي تصدي معلومة وتوضيحها. هو طبعا نذكر أنه وزارة الإعلام أنشأت مؤخرا مركز اسمه مركز التواصل الحكومي، وهي تجمع الدوائر الحكومية أن تتواصل مع بعض وتتصدى لهذه المعلومات. احنا أمامنا شوية دقائق، يعني عندنا إتاحة لمداخلة أو سؤال من الأخوة الكرام الحضور. عندنا الأخ هنا عبد الرحمن الودعاني، حياك الله. عندي سؤال عن العقوبات بس في بعض الصحف الإلكترونية. يعني عندنا طلبة قانون واجد الظاهر هنا ولا شلون؟ عندنا برضو ندرس قانون. بعض الصحف الإلكترونية تنشر الأخبار مصدر غير موثوق، بس ولا تكون سباقة للخبر يعني، فبعدها بلحظات تنفيه. هل النفيان هذا يعني النفي هذا يعفيها من العقوبة؟ أشوفها كثير مرات في بعض الصحف الإلكترونية.
والله يشوف مهنيا المفروض يعني احنا نقدر نميز انه الحالة هذه حالة خطأ تقع فيها وسائل الإعلام حتى التقليدية السابقة، بس حدد محدود ما يكون قاعدة. الواضح الآن أننا بنتابع بعض هذه الوسائل أو هذه الصحف، لكن القاعدة عندها هي هذه، تنشر أي معلومة أي كلام يسمعونه شائع حتى ليس له مصدر، يسمعون كلام. وهذا على فكرة الصحف الصفراء اللي تسمى برا الصحف الصفراء كانوا زي كذا، يأخذون مثلا عمال اللي في مطبخ البيت الأبيض واللي في كذا وش سمعته وش كذا ويحكون منها قصص ويطلعونها موجودة. هنا مسألة التكييف القانوني هنا يتوقف على الضرر، هل حدث فيه ضرر ولا لا. إذا كان ضرر مرتبط بشخص عادي أو معنوي، يعني مثلا مؤسسة، هنا على المؤسسة أو الشخص أن يلاحق هذه الصحيفة. يبقى القضايا اللي ما هي لا تمثل شخص عام لكن تمثل المجتمع، هنا النائب العام ينبغي هو الذي يلاحق هذه الصحيفة. النشر أو التسرع في النشر في المعلومات التي يترتب عليها ضرر عام أو خاص ينبغي أن يتم ملاحقتها ولا تعفى الصحيفة. أنا رأيي الشخصي، يعني مع أنه أنا محسوب على الصحفيين، يزعلون بعض الصحفيين، لكن لأنه هذه الإساءات أساءت للمهنة كلها، يتم تطهير للمهنة من قبل القضاء. يعني تفضل الأخ الاسم الكريم. سعود السهلي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، سابرة. حياك الله. الله يسلمك. الحقيقة أشكر الجامعة الإلكترونية وأشكر الأخ عبد المحسن على استضافة سعادة البروفيسور عبد الله الرفاعي. الدكتور عبد الله الحقيقة وفى وكفى، والحديث استماع له لا يمل الحقيقة. في موضوع السوشيال ميديا زي ما تفضل الدكتور عبد الله، عقيدة انك او يعني الشك في كل حاجة مهم جدا. نقطة مهمة اللي هي مشاهير السوشيال ميديا الحقيقة صنعوا او وضعوا واقع خاص فيهم. بعض احيانا احنا كاعلاميين نقول انه فعلا زيفوا الواقع، هم فعلا زيفوا الواقع لدى فئه متابعيهم. مثلا كان عنده 500 الف شخص او مليون شخص، هالمليون شخص فعلا اصبحوا يعيشون واقع مختلف عن الواقع الحالي. وطبعا المجتمع ما هو بمليون شخص او 500 الف شخص، ملايين الاشخاص، لكن فيه فعلا تركيز على بعض النواحي. بعض المشاهير يركز على حياه الرفاهيه ومدري ايش والبذخ، ويعطي انطباع ان المجتمع السعودي انه مجتمع باذخ، مجتمع مبذر الى اخره، بينما البعض الاخر يركز على بعض النقاط السلبيه مثل انتشار الفقر ومن يعرف ايش، ويعطي انطباع انه واقع المجتمع السعودي ومجتمع مثل ما قناه الجزيره الفتره اللي راحت قبل 3 شهور ركزت على زياره الملك عبد الله الله يرحمه الاحياء الفقيره، اطرتها زي ما اخذناها من الدكتور عبد الله الرفاعي، اطرت النظريه اللي درسناها الدكتور عبد الله الرفاعي في مرحله الدكتوراه، وانها اخذت الصوره هذه صوره الاحياء الفقيره باستمرار، كانت تبثها بشكل مستمر في فترة قعدت حوالي 5 أيام 4 أيام تبث الأحياء الفقيرة وتعطي انطباع فعلا غير واقعي ومزيف أن المجتمع السعودي مجتمع فقير، بينما المجتمع الفقر موجود في كل مجتمعات العالم ما فيها مجتمع القطري. وشكرا لكم. أولا أشكر الدكتور سعود إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم بيناقش الدكتوراه. منا للتوفيق يا رب. صلى الله التوفيق أنه أنا دعيته يحضر ولبى الحضور جزاه الله خير. شوف احنا اكبر مثال لو رجعنا الى ما يسمى بثورات الربيع العربي، اذا تذكرون المظاهرات اللي كانت تبث من التلفزيون في ميدان التحرير، كنا نعتقد مصر كلها اللي نشوفها قدامنا. هذه الان انه الصوره او المعلومه اللي تخرج في وسائل الاعلام يتخيلها الانسان إنها هذه هي الواقع، من هنا يستفاد من هذا التزييف. أنا أذكر أنه أنا رحت بعد الثورة في أثناء المظاهرات، يعني بعدها بفترة رحت للقاهرة، ما حسيت أنه في شيء في القاهرة نهائي ما عدا منطقة ميدان التحرير هي اللي فيها الشو اللي نشوفه. كنت متخيل أنه مصر كلها كذا. هذا من تزييف الوعي، وكان له تأثير، أثر على ظهور وخروج كثير من الناس الحقيقة.
حتى اللي ما كانوا في الثورة جو وأصبحت المسألة محل. احنا عندنا وقت لمداخلة أخيرة إن كان هناك. تفضل. كيف تعيد السلطة تشكيل قيم وقناعات الشعوب؟ كيف تعيد السلطة تشكيل قيم وقناعات الشعوب؟ السلطة؟ السلطة يعني دور الحكومة في هذا الشيء. شوف ال يعني أنا أقول الدور هو دور مركزي، يعني بمعنى أن يكون الدول دائما يكون عندها مشاريع، مشروع للتعليم، مشروع للتطور، يعني زي رؤية المملكة 2030. إذا تفاعلت معها المؤسسات الدولة بالشكل الصحيح، أنت هنا بعد 2030 حتخلق، هيكون عندك مجتمع مختلف عما سبق. يعني خلينا احنا نشوف الآن، هل احنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات ما تحسون أنه صار في تغيير في شكل المجتمع عندنا؟ تغيير، هذا من اللي قاد التغيير هذا؟ دولة تقود. احنا نقول الدولة لها مسؤولية، ولكن هذا لا يلغي مسؤولية المؤسسات التعليمية، المؤسسات المجتمعية، النخب السياسية الثقافية. لازم يكون حراك مجتمعي كامل حتى يكون التغيير إيجابي. من ضمنها وسائل الإعلام، الإعلام وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الحديثة، مسألة تأثيرها على الناس ودورها في تشكل السلوك والاتجاهات، هذه قضية مثبتة. فهنا هل ستمارس وسائل الإعلام دورها بشكل إيجابي؟ إذا مارستها بالشكل أنه يطغى على المواد اللي فيها، المواد المزيفة المختلقة أو اللي فيها تدليس، هنا حتعيق المجتمع من أن يتطور أو ينمو، أو قد يحدث فيه صراعات في داخل المجتمع. إذن شكرا جزيلا للدكتور عبد الله الرفاعي العميد السابق لكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تلبيته لدعوة الجامعة السعودية الإلكترونية والمشاركة في فعالية ديوانية الإلكترونية التي إطارها العام هو التوعية الفكرية وقضايا الأمن الفكري. الموضوع اليوم كان موضوعا هاما ونوعيا مقارنة بالموضوعات العامة التي تطرح في هذا المجال عن الأخبار وعن الإعلام وتزييف الوعي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله على حضورك مجددا باسم الجامعة السعودية الإلكترونية ومنسوبيها وطلابها، نشكرك على هذا الوقت الذي خصصته لنا. شكرا لكم وشكرا للشباب على حضورهم، أنا سعيد وأعتقد إنه هذا اللقاء الحقيقة يضاف إلى السي في حقي على ما قالوا، أنا أعتز بهذا. شكرا لكم. نشكرك. شكرا، يعني نشكرك كذلك، ليس فقط كلمة شكر، إنما هناك درع تذكاري بهذه المناسبة وبهذه المشاركة باسم الجامعة السعودية الإلكترونية، أتشرف أنا بتقديمه لك. شكرا جزيلا.